أرحب بكم طلابي بالمرحلة الرابعة. محاضرتنا هذا اليوم إن شاء الله راح تكون بعنوان الهاليتوسيس اللي هي رائحة النفس الغير محببة أو الكريهة. Let's start with a general definition for halitosis. Halitosis refers to the unpleasant or offensive odor emanate from the breath, regardless of the reason, intraoral or extraoral. فهي أي رائحة نفس غير محببة هي halitosis. طبعا أصل الكلمة هو لاتيني، الهاليتس هو البريث والأوسيس هو ديزيز، فكأنه الهاليتوسيس هي عبارة عن diseased breath، يعني هذا البريث سببه أكو underlying cause. الunderlying causes تشمل طيف واسع، قد تكون intraoral, extraoral. الintraoral أكيد راح تكون associated with the presence of a plaque مثل الgingivitis, الperiodontitis, الcarious cavity, poorly fabricated crowns, bridge, prosthesis. هذه كلها بما أنه هي راح تجمع لي plaque بكمية أكثر، بكتيريا بكمية أكثر، فأكيد أتوقع البيشنت راح يكون عنده halitosis. الاكسترا اورال سورسز قد يكون عندي النيزال انفلاميشن، التونسيلايتس، اللنج بروبلم، الليفر بروبلمز، الدايابيتس، سيرتن ميديكيشن، هذه كلها تؤدي الى هاليتوسيس. الهاليتوسيس طلاب قد تكون ايضا مؤشر الى سيريس كونديشن مثل اللنج كارسينوما لا سامح الله، أو عندي الليفر سيروسيز اللي هي تشمع الكبد، اليوريميا اللي هي اليوريا من تكون نسبتها جدا عالية، البلياري سيروسيز والتراي مثلين يوريا. هذه كلها سيريوس كونديشن قد يكون العلامة الأولى الدالة عليها هي الوجود الهاليتوسيس. طبعا الهاليتوسيس لازم ما نخبط ما نسوي ميكستشر ويا التمبراري مال أدر اللي تصير عندنا بفعل مثلا السموكينج، بفعل سيرتن فود مثل الجارليك الأونيون وغيرها. ديتشي ما تعتبر هاليتوسيس، ديتشي فتشي تمبراري على قدر استعمالك للمسبب إلها، لكن الهاليتوسيس لا، هو فتشي مستمر ويا البيشنت ويعاني منه بصورة مستمرة ويكون إله واحد من الأسباب اللي ذكرناها. نجي طلاب للكلاسيفيكيشن of the halitosis. عندي 3 classification. أولا قد تكون genuine halitosis أو pseudo halitosis أو الهاليتوفوبيا. من نقول genuine halitosis يعني halitosis موجودة فعلا والpatient عنده أو الشخص عنده سبب لهذه الهاليتوسيس، قد تكون physiologic halitosis أو قد تكون pathologic halitosis. فيما يخص الفيزيولوجيك يعني مثلا اللي نشوفها او اللي نحسها مثلا بالصباح، يعني المورنينج نسميها هاليتوسيس او المورنينج بريث اودر. المدخن اكو هاليتوسيس معينه عنده، سيرتن فودز مثل ما قلنا الاونيون الجارليك سيرتن ميديكيشن، هذه كلها تنطي رائحه معينه. الباثولوجيك هاليتوسيس حنعرفها بالسلايدات القادمه اللي هي اغلبها تكون عندي فروم انترا اورال ريزن، حوالي 90% هي انترا اورال ريزن، الاقل اللي هو 10% اكسترا اورال ريزن. الصنف الثاني هي السيدو هاليتوسيس، apparently healthy individual ما عندهم اي سبب للهاليتوسيس. والصنف الثالث هم الهاليتوفوبيا اللي هم البيشنت اللي عندهم exaggerated fear of having halitosis، يعني هو ما عنده halitosis بس هو very obsessed بنظافته، بشكله، بمظهره، بريحة جسمه، بريحة نفسه، بطهارته. هذا الشخص يكون مهووس بأدق التفاصيل، فبالتالي هو ما عنده halitosis بس يتخيل انه هو عنده halitosis، فنسميها delusional halitosis. الباثولوجيك هاليتوسيس مثل ما قلت لكم طلاب اغلبها هي سببها الانترا اورال سورسز، البور اورال هايجين، الدنتال كاريز، النيكروتايزينج ديزيز، بريودونتايتس، بريكورونايتس، الدراي سوكيت، اورال انفكشن، وجود تانج كوتينج، والاورال كارسينوما لا سامح الله. التانج كوتينج اللي هي اغلب اسباب الهاليتوسيس، واللي احنا دائما حتى من نعلم البيشنت على الاورال هايجين نعلم شلون ينظف التانج من الكوتينج اللي موجودة عليه. ليش؟ لان هذه الكوتينج اللي موجودة بالتانج وحاشرة عندي بين الفيليفورم بابليز اللي تغطي الدورسم اوف ذا تانج، هي عبارة عن ديسكويميتد ابيثيليال سيل، فود دبريز، بكتيريا، سليفري بروتين. هذه بيئة مثالية لنمو البكتيريا وبالتالي جنريشن اوف volatile
الثايل سلفر كومباوند اللي هي المسؤولة عن رائحة الهاليتوسيس المزعجة، والأذر كومباوند اللي هي كلها كونتريبيوت للمال أودر. لهذا احنا دائما من ننطي instruction وموتيفيشن نعلم البيشنت شلون ينظف الباك اوف ذا تانج، سواء كان بفرشة الأسنان نفسها أو بما يدعى التانج سكريبر. الإكسترا أورال كوزز قد تكون عندي مشاكل بالمعدة بالأمعاء بالجهاز الهضمي بصورة عامة بالجهاز التنفسي كرونيك ساينوسايتس تونسيلايتس. إذا منتبهين أمهاتنا من يشوفون طفل مريض عنده بلاعيمة ملتهبة شو يقولون؟ مبين عليه بلاعيمة ملتهبة من ريحة نفسه بسبب وجود التونسيلايتس. الاستومك ديزيز مثل ما قلنا السكر، الفشل الكلوي، فشل الكبد، التي بي، اللنج ابسس، اي مشاكل عندي بهذه الاجهزه كلها قد تؤدي الى هاليتوسيس، حتى الفيفر نفسها تؤدي الى هاليتوسيس. السيدو هاليتوسيس قلنا هي بالاشخاص الهيلثي ما عندهم اي سبب للهاليتوسيس، والهاليتوفوبيا اللي هي شرحنا عنها وقلنا هي الديلوجينال هاليتوسيس. نجي على الميكانيزم أو الإتيولوجي. الهاليتوسيس هو the result of bacterial decomposition of food particles, cells, blood and some chemical compounds of the saliva. يحللها البكتيريا، تحلل البكتيريا كل هذه المكونات وتنطلق عندي volatile sulfur compound أو non-sulfur containing substances. اثنيناتهم يؤدون إلى الرائحة المميزة للهاليتوسيس. أكثر من مرة راح تنعاد وتتكرر عليكم الكوزز مال الهاليتوسيس مثل ما راح تلاحظون بالمحاضرة، فقد يكون عندي تقسيم ثاني إلها local causes و systemic causes وشرحناها كلها بالسلايدات السابقة. نجي هسه طلاب نفتهم هذه الفوليتايل سلفر كومباوندز اللي هي مكونات السلفر المتطايرة شنو دورها بالهاليتوسيس، يعني كونتها البكتيريا. وبعدين هذه الفوليتايل سلفر كومباوند طلاب راح تزيد البيرميبوليتي يعني النفاذيه مال الاورال ميوكوزا والكريفيكولار ابيثيليوم اللي هو السلكولار ابيثيليوم، تزيد النفاذيه مالتهم. يعني شنو؟ يعني بالتالي البكتيريا والتوكسينز والانزيمز مال البكتيريا راح تقدر تدخل عندي بطريقه اسرع واسهل الى داخل الابيثيليوم ومن ثم تدخل الى الكونكتيف تيشو مال الجنجيفا ويصير عندي جنجيفايتس وبيريودونتايتس. هاي رقم واحد. رقم اثنين impair يعني تقلل من الاكسجين utilization by the host cell and react with the cellular protein، يعني رح تساعد على انه الخلايا تموت لان تمنعها من استعمال الاكسجين بطريقة صحيحة. تقلل من synthesis مال الدي ان اي اللي هو ضروري على مود التكاثر مال البكتيريا والهيلينج. رح تتعارض ويا الكولاجين maturation وتزيد لي الكولاجين solubility فتزيد لي العلامات مال الجنجيفايتس، وايضا تزيد لي السكريشن اوف ذا كولاجينيز بروستاغلاندين فروم ذا فايبروبلاست. واحنا نتذكر الكولاجينيز والبروستاغلاندين هي كلها تؤدي الى كونكتيف تيشو ديستركشن اند ايفن بون ديستركشن في حاله البروستاغلاندين. وبالاضافه الى انه الفوليتايل سلفر كومباوند ريديوس الانترا سيلولار بي اتش، انهبت السيل جروث مثل ما شفنا انه هي تمنع الدي ان اي سينثيسيس والبريودنتال سيل مايجريشن. فبالتالي هذه العوامل كلها تخلينا تصير عندنا فكره واضحه شلون الفوليتايل سلفر كومباوند ده تؤدي الى الباثوجينيسيس اوف هاليتوسيس اند اذر اورال ديزيزز. لقوا اكو علاقه جدا واضحه ما بين the presence of pathogenic microflora in the subgingival microbiota والهاليتوسيس. يعني شنو؟ يعني كل ما تزيد نسبه البكتيريا المرضيه بالسلكس او بالبوكيت كل ما تزيد عندي السكورز مال الهاليتوسيس، وهذا شيء منطقي.